أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. مع بداية رمضان نقول كل عام وأنتم بخير. رمضان فرصة لتجديد الإيمان، وفرصة لتجديد التوبة، وفرصة لأن نضع أنفسنا على حدود الطريق إرضاء لله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة أيضا للإخاء والإيثار، فرصة نتذكر إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، وندعمهم بالدعاء، وندعمهم أيضا بالدعم المادي قدر استطاعتنا. أتمنى لكم صوما مقبولا وطاعة مقبولة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.